والله المطالب يمكن على زيادة تاع طريفة، وممكن زيادة المزود زادة، فما طريفة جديدة أما ما زالت ما هبطتش. المحروقات غالية غالية غالية، تكون فلوس في ديك تصور الفلوس، تكون الفلوس في ديك تصب المزود ما تلقى شيء في ديك. إذا كان عامل 100,000 راك تصب 35 دينار مزود. والله إيش نقول لك، الاضرابات احنا ماذا بينا ما نوصلوش حتى الاضراب، ماذا بينا الناس كل كي تخدم على ارواحها والناس كل كي تاكل الخبز، لا هكا يتعطل ولا هكا يتعطل. والله هي الاسباب عديده، ولكن كي تلقاه الكاس يتعبى بشويه بشويه لين يفيد. انت اذا وقت اللي يفيدك ساعه تحس. احنا اليوم السيد الوزير كان عندنا جلسه عمل مع ولايه سوسه نهار 1 مارس مع كافه المنظمات، ما رانا الا السيد الوزير اجلها. علاش اجلها؟ ما نعرفوش. بعد ما رانا الا ما سمعنا به غدوه عنده جلسه عمل مع ولايه اخرى. علاش التهميش هذا بولاية سوس؟ هذه إهانة كبيرة بولاية سوس وكافة المنظمات بولاية سوس. يا خويا اليوم احنا وقفنا على خاطر عندنا مطالب زادة وطنية شرعية ما تحققتش. كنا نستناو في السيد الوزير هنا مش يجي وانا مش نقعدوا معاه ومش نحكي في المطالب هذه وما باش تتحقق. انت اجلتها، قعدنا نستناو وما رانا اللي قالوا نهار 15. احنا اليوم وقفنا وقفة احتجاجية وشرعية وقانونية نجاح 100%. حتى في المعتمديات وقفوا، اللي ما جاش لهنا وقف المعتمدية في بوفيشة وفي نبيذة وفي كوندار وقف. نقفوا الناس كل وقف، الناس كل حاس. نقول لك 1000 كهرباء اليوم واقفة لهنا، نقول لك 1000 كهرباء اليوم ما بين تاكسي جماعي وما بين لواج وما بين تاكسي فرد اليوم واقفين قدام الولاية. السيد الوالي خاطر مش بيديه، خاطر هذه مطالب وطنية، طلب السيد الوزير قال في جلسة ما هزش عليه، فهمتني. السيد الوالي قاعد يدعم فينا ويعاون فينا ومدعمنا، وان شاء الله بحول الله من النهار 15 ونشير جلسة وإن شاء الله ناخذ حقوقنا. مطالب شرعية هي تعريف من 2013 ما فماش تعريف ومصحين عليها تقريبا فما 3 4 شهور. علاش ما خرجتش الفحص الفني؟ عام مصحين عليه ورق. عندنا إدارة عامة تعيبة، وأنا نقول له يا سيف رجع لي برا ربي عينك، برا خرج تريت على روحك، خلي الناس تخدم على روحها، خلي الناس تخدم على روحها، يرحم والديك برا رجع على روحك، خلي الناس تخدم. ماهوش قاعد يخدم، سيبها الإدارة الآن، سيبها. قوانين مهمشة، راي 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 القطاع أكبر قطاع مهمش وهو أكبر قوة مهمش في تونس. التأمين البريمة في التوا في اللوجستية أو في التاكسيستية يعمل ب3 شهور، الباهي هذا أما يعمل بشهر 4,500,000 بالنسبة للواج في التوريسك و2,500 و3,500,000 في العادي. مني خالت الناس مش خالت. اليوم دوما سمعوا باللي ضربوا جاوا يجري وحدهم، جاو يجيو ناس مع العصابه. نسبة النجاح بالنسبة لولاية سوسة كانت في حدود معناها 80% بالنسبة للتاكسي الفردي، وهذا شيء يعتبر مشرف على خاطر احنا يلزمنا نكونوا معناها في مستوى الإنسانية وفي مستوى الحدث باش الناس اللي واردة علينا من الولايات المجاورة اللي معناها قضاء الحوائج نتاعهم كيما المشي للسبيطار والمشي للكلينيك والمشي للإدارات، هذا عملنا باش ما نعطلوش المصالح نتاع الناس كل. بالنسبة لبقية المعتمديات في قطاع معناها التاكسي الجماعي والنقل الريفي، كانت في معتمدية بوفيشة في حدود 95%، ومشكورين الإخوة معناها أعضاء النقابات. معتمدية نفيدة كانت في حدود 75%، معتمدية كوندار كانت في حدود 95%، معتمدية سيدي بوعلي كانت في حدود 90%، معتمدية مساكن كانت في حدود 98%، وهذا كل معناها القلعة الصغيرة كانت في حدود 70%. هذا الكل ناتج على معناها إحساس وعلى الظلم والاضطهاد اللي قاعد يتعرض له المهني من غلاء السيارات ومن غلاء معناها المحروقات ومن غلاء المعيشة. ورانا كقطاع نقل ورانا في خدمة المواطن، إلا أنه المسؤولين هذوما المتجبرين وخاصة السيد المدير العام للنقل البري هو المتسبب في هالتحرك هذايا، وراه واردة تحركات وراه آخر أجل بالنسبة لجهة سوسة في حدود 15 معناها مارس، لكن معناها موقعش الاستجابة للمطالب هذه، راه فما تحركات معناها سيوقع الإعلان عليها في الوقت. اليوم الوقفة الاحتجاجية هذه جت نتيجة تجاهل السلطة المطالب المشروعة، وهي الحقيقة مش مطالب، هي اتفاقات نهائية وقع الاتفاق حول زيادة التعريفة منذ سبتمبر 2017
وزاد تعديل الفحص الفني. خذ الفحص الفني احنا كيما تعرفوا قاعدين نعديو كل 6 شهور. اليوم احنا في مارس 2018 والدولة تنظف، هذول ما عندهمش استيلوات ولا ما عندهمش راه، وهذا ما نظنش كان موجود. قاعدين ننظموا في الصفوف نتاعنا باش يكون فما خطوات تصعيديه في صوره ما مريناش انفراج في الايام القليله القادمه، باش يكون التحرك المره الجايه في اتجاه تونس العاصمه والاعتصام قدام وزاره النقل.